موجز الأخبار من قناة وجريدة أحواس براس الإلكترونية، أهلا بكم. بداية، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الخميس على قانون المالية الجديد لسنة 2022 حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية. هذا وطالب الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ووزير الشؤون الدينية يوسف بن مهدي في تعليمة لهم من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بضرورة تشديد إجراءات الوقاية والحماية من انتشار وباء كورونا في المساجد، وألزمت التعليمة ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين وارتداء القناع الواقي من طرف الجميع في كل الفضاءات التابعة للقطاع، كما شددت على إجبارية استعمال السجاد الشخصي للصلاة والالتزام بالأوقات المحددة لعملية فتح وغلق المساجد وإقامة الصلاة. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن إجبارية ارتداء الكمامات في شوارع باريس اعتبارا من اليوم الجمعة، وأوضحت السلطات المحلية في بيان لها أن ارتداء الأقنعة إلزامي داخل المباني العامة ووسائل النقل العام في جميع أنحاء فرنسا، وأضافت أن عدم الالتزام بهذه القاعدة سيؤدي إلى غرامة قدرها 135 يورو. نهاية الموجز من قناة وجريدة أحواس براس، شكرا على طيب الإصغاء، في أمان الله.